حتى الناس كلها تعرف. احنا من نجي كقناة اولا يعني مجيئنا وذهابنا اولا لنقل حالة يمكن المواطن انا اذكرها دائما ما يقدر يوصل الى المعني، هذه وحدة. اثنين، احنا اليوم مثلا زيارتنا الى المستشفى شفنا حالة حقيقة انه الطبيب ما بي تقصير والمضمد ما بي تقصير، لكن ناشدنا من توفير العقاقير والأنتيبايتيك والأمور الأخرى. ذهبنا إلى قاطع الأطفال، قاطع الأطفال كعلاجات وكأمور أخرى هم ما مقصرين، لكن ما ترهم أنه الناس نايمة بالقاع. إحنا ناشدنا أنه فتح قاعات أخرى، يجوني أمن المستشفى ويطلعوني ويقولون ماكو تصوير بأمر المدير. أنا من أجي أصور، أنا المحافظة هذه قناة محافظة، أنا مو قناة مخفية. فأنا من جيت بالساعة بالثنتين ثنتين وربع ما لقيت أحد، فمن فتت على الطوارئ ودخلت على الأماكن الأخرى ناشدنا الخيرين أنه يفتحون قاعات أخرى. أما أنا أطرد من المستشفى فلن أسكت على هذا الشيء، على اعتبار أنه ما يمكن التصوير إلا بأمر. من هاي الأوامر يابا؟ شنو إلا بأمر؟ إذا أكو تقصير، إذا أكو تقصير ويخافون يتصور التقصير. هذه مستشفى تضم من كل أنحاء العراق من أقصى الشرقات إلى أقصى الدجيل. فإذا إحنا ما ناشد الخيرين، ناشد المسؤولين، اليوم مثلا رئيس الصحة يمشي بريد وقاعد ما يعرف، من أجي أنا أنقل الصورة وأناشده هذه بيها مبادرة خير. لكن ما نطرد وكقناة نطرد من المستشفى. مع هذه النهاية أنا أشكر زميلي أثير، وحتى ألتقيكم بحلقة جديدة أستودعكم الله وإلى اللقاء.